السلام عليكم. رح نبدي بالملزمة الأولى الخاصة بالفصل الأول، بد مراجعة بسيطة إلها. هذه الموجودة عندكم هي السلايدات اللي أرسلناها على الكلاس وعلى التليجرام. أول ما رح تبدي حنيجي نسأل هو شنو الكمبيوتر. الكمبيوتر هو الإلكترونيك ديفايس، الجهاز الإلكتروني operating under the control of instructions stored in its own memory، يعمل تحت مجموعة من التعليمات مخزونة بالذاكرة. يعني هو الجهاز اللي يعالج البيانات اعتمادا على مجموعة من التعليمات مخزونة في الذاكرة ويظهر النتائج للمستخدم. أول ما حتبدي أنت كمستخدم حتدخل هذه البيانات. هذه البيانات ممكن تكون نص، صورة، صوت، فيديو. هاي البيانات تكون unproceed item، لح يتم معالجة هذه البيانات حتى تحصل على المعلومات اللي تكون convey meaning، يعني ذات معنى أو وذات أهمية and useful for user، حتكون ذات أهمية وفائدة للمستخدم أو للشخص. يعني أنا البيانات ما حستفاد من أدها شيء، اللي حيهمني هو المعلومات اللي حتوصل لها. ليش؟ لأن هي هاي الأوتبوت أو الريزلت. هاي الأوتبوت أو الريزلت ممكن بعدين يتم خزنها إذا احتاجيناها لاحقا. فعملية إدخال البيانات، معالجتها والحصول على المعلومات، هذا يسموه الـ Information Processing Cycle. طبعا كمثال على الداتا والانفورميشن، هو مطيك هنا هذا المثال شلون انت من تروح للاسواق للسوبر ماركت تدخل، يعني ابو الكاشير يبدي ايتم انت مشتري يدخل السعر. هاي كله يسموها داتا. الانفورميشن هي ايش قد حتدفع، عدد الايتمات اللي انت اخذتها. اعطيكم مثال ابسط، مثل ما انت اليوم طالب كملت مثلا المرحلة الأولى، درجتك بالرياضيات كذا، درجتك بالحاسب كذا، بالجيولوجي كذا، هاي كلها يعني داتا. هذه هاي أنا ما حستفاد من أدها، بس شو حستفاد من حجمعها وحصل على المعدل بحيث أعرف تسلسلاتكم، أعرف إيش قد أدي ذكور ناجحين، إيش قد إناث من الطالب الأول وهكذا. فهذه هي المعلومات. عندي مكونات للكمبيوتر أو الكمبيوتر يتكون من جزئين أساسية، هي الهاردوير. الهاردوير هو الجزء المادي الملموس، هذا الهاردوير. والجزء الثاني السوفتوير اللي حنحكي عنه بعدين تسجيلات أخرى. الهاردوير يتقسم إلى خمس أجزاء أساسية. هي الانبوت ديفايس، الوحدات الإدخال. شنو هي الوحدات الإدخال؟ allow you to enter data and instruction into a computer، تسمح بإدخال البيانات والتعليمات إلى الكمبيوتر. مثل شنو؟ مثلا عندي وسائل الإدخال مثل الكيبورد، عندي وسيلة إدخال الماوس، وسيلة إدخال المايكروفون، السكانر والويب كاميرا، هاي كلها وسائل إدخال. الـ output device هو الـ hardware component that convey information to one or more people، اللي يسمح لك بإخراج النتائج والمعلومات إلى الأشخاص، مثل الطابعة عندك، البرينتر، السبيكر، المونيتر، الشاشة، هاي كلها وسائل إخراج. الـ system unit هو الـ case that contain the electronic component of computer that are used to process data. من أقول كيس، هذا شكل الكيس اللي أنتوا شايفيه بالمختبر عندكم هو بالمدرسة بالكلية، هذا هو الكيس اللي يحتوي على الإلكترونيك كومبوننت أوف كمبيوتر، المكونات الإلكترونية للكمبيوتر. طبعا هذا الكيس يحتوي على المذر بورد، هذه هي المذر بورد أو اللوحة الأم الأساسية للكمبيوتر. المذر بورد تحتوي على جزئين مهمة، هي السي بي يو والميموري. طبعا هاي المذر بورد حتلقى بيها السي بي يو، حتلقى بيها الميموري، الذاكرة الرئيسية للكمبيوتر، حتلقى بيها الفان، حتلقى بيها البورت، يعني هاي النوافذ اللي تقدر تدخل بيها الفلاش، تدخل بيها الكيبل مال الشاشة، العديد من السلوت، الثقوب الموجودة بها، هاي كلها موجودة بالمذر بورد. أنا اللي يهمني بهاي المذر بورد
جزئين أو تو إلكترونيك سيركت مهمة عندي داخل هذه المذر بورد، اللي هي الميموري والسي بي يو. الميموري والسي بي يو وين موجودة؟ هذه بالمذر بورد. السي بي يو وشنو هو؟ عقل الكمبيوتر المسؤول عن معالجة الإعازات الأساسية، يعني معالجة الإعازات حتى تشغل وتنفذ العمليات بالكمبيوتر. أما الميموري المسؤولة عن خزن البيانات. هي اثنينات السي بي يو والميموري هي الكترونيك كومبوننت موجودة داخل المذر بورد. والمذر بورد وين موجودة؟ بالكيس اللي هو السيستم يونت.